مساء الخير، مساء الجمال، يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك وبس. معاكم لمدة ساعة دكتور بسمة الملة، يا رب تكون ساعة خفيفة على قلوبكم واقدر اوصل لكم كل معلومة صحية بإذن الله هتفيدكم وتفيد جسمكم وبشرتكم وشعركم، حتى النحافة هتفيدهم برضو، ما نقدرش نستغنى عن الناس اللي بتشتكي لنا من نحافة. طبعا قبل ما ادخل في موضوع الحلقة حابة اعرفكم الارقام الموجودة على الشاشة دي عشان توصلوا لي من خلالها وانا موجودة في البرنامج، عشان ارد على كل اسئلتكم اللي بتجيلي في مكالمات الحلقة. يا ريت، عايزة اتصالات كتير عشان انا حابة اخد كمية اسئلة كتيرة زي كل حلقة، لاني بعد كده كل الاسئلة دي براجعها كده في البيت انا والفريق الطبي وبنبدأ نشوف الحلقة الجاية هنتكلم عن ايه، نبدأ نشوف اكتر مشكلة جات لنا في الاتصالات، بنبدأ نلعب على المشكلة دي ونشوف ايه حلولها، لان دي بتبقى اغلبية المشاكل اللي بتيجي. طيب، وكمان صفحة الفيسبوك برضو موجودة على الشاشة، تقدروا برضو من خلالها تكتبوا وصفات، لو حابين نعمل وصفات اعملها لكم في الحلقة زي النهار حلقة، حابين تعرفوا اي استفسار عن اي حاجة انا بقولها، عن الفيتامينات، عن الكورس المناسب ليك، عن كورس انا قلته مناسب ليك، سواء في السمنة، في النحافة، في البشرة، في الشعر، ممكن من خلال الفيسبوك برضو، وممكن تكتبوا اسئلتكم من خلال الفيسبوك، وممكن برضو تكتبوا كل حاجة انتوا عايزينها، الفريق الطبي هيكتب لكم كل حاجة وهيرد على كل أسئلتكم، وأنا معاهم واحدة بواحدة ما بسيبهمش. بعد ما نخلص الحلقة بنروح نشوف إيه الكورسات اللازمة لكل الحالات اللي اتصلت، بنراجعها مع بعض عشان كل حاجة، عفوا كل حالة ليها علاج معين، سواء علاج، سواء نظام غذائي، سواء فيتامين معين، وكمان ممكن نضيف ليها الوصفة اللي أنا عملتها في الحلقة، ممكن أرشحها لها، ولا أعملي الوصفة دي، أعملي كذا، والحمد لله في استجابة كبيرة جدا. بس نرجع أتكلم بقى عن، عشان بحب أسيب كده كيو كارد عشان بيلخمني، وأنا إيه أحب أتكلم معاكم كده إيه بطريقة عفوية عشان تقدروا أو أنا أقدر أوصل معلومة وتفهموها مني. أنا مش ما بحبش أتفزلك يعني، اصلا مش بدرس طلبه في كليه عشان اتكلم بقى باللغه العربيه الفصحى وكده، لا، انا عايزه اشرح اي حاجه مشكله في جسمنا بطريقه بسيطه، بطريقه يقدر يفهمها مني كل المشاهد اللي بيشوفني دلوقتي على صدى البلد. اتنين، حابه بس كمان افكركم قبل ما اتكلم في موضوع الحلقه ان انا هكون معاكم اربع خميس جمعه من الساعه 1 ل 2، والاعاده 1 مساء على صدى البلد 2، وان شاء الله بسببكم انتوا وبسبب الاسئله الكتير والاستفسارات الكتير اللي انتوا حابين نتكلم عنها بشكل كتير جدا، عن السمنه وعن النحافه، حتى الشعر، مشاكل جينات وراثيه، مشاكل عن الصلع وعن سقوط الشعر الرهيب، جات لي مشكله كبيره جدا بتخص عمليات جراحيه، كل الحاجات دي باذن الله هنحلها مع بعض. عشان كده بنحاول مع القناه باذن الله ان احنا نزود حلقات تاني، حلقات اكتر، عشان انا الحلقه ما بتكفينيش ان انا اقدر ارد على مداخلاتكم واشرح لكم اهميه اعضاء جسمنا ايه، اهميه الكورسات اللي انا بتكلم عليها ازاي في التخسيس. اي حد في الدنيا عايز يخس يتابعني، مش عايز يكون فيه مضاعفات يتابعني، اي حد عايز ينزل ولو البطن بس وفي كم 6-7 كيلو مضايقينك هتنزلهم في 10 ايام، كل الحالات اللي بتتابعني تشهد لي بكده. عشان كده انتوا بتثقوا فيا وانا بثق فيكم، وانا والله قد الثقه دي. عايزاكم على طول تتصلوا، قولوا اسئلتكم، ما تتحرجوش من اي سؤال، حتى لو سؤال عادي، حتى لو ازيك يا دكتور عامله ايه، تطمنوا عليا، ده فوق راسي وانا احب اتكلم مع المتابعين اول باول. معانا مداخله، اخد مداخله بعد كده نتكلم. اسماء، الو، الو، ازيك يا اسماء؟ مساء الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ مساء النور، ازيك انت، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. اخبار صحتك ايه يا اسماء؟ هو انا يا دكتور وزني بس كان زياده من فتره، ايوه، وبدات احس ان انا عندي سكر، ولما عملت التحاليل الدكتوره اكدت لي ده، اكدت لك سكر ايه من تايب 2 الدرجه الثانيه، النوع الثاني؟ تمام. الوزن قد ايه يا اسماء؟ حضرتك انا وزني 120 كيلو. تمام.
السمنة. وكمان وقالت لي ان احنا لسه في الاول وكده وممكن نسيطر عليه، بس للاسف انا بحب الاكل جدا ومش عارفه التزم باي نظام اكل، وكمان مش عارفه التزم. انت روحتي للدكتور ايه؟ نعم كشفتي عرفتي السكر ايه؟ يعني الدكتور مين؟ دكتور ايه؟ تحاليل ولا دكتور مين؟ حضرتك الدكتور بتاع تحاليل، عملت تحاليل وكده والدكتور بتاعي تابع معايا. بس عايزه اعرفك حاجه مهمه جدا، اي مريض سمنه معروفه بيتعرض لمرض السكر من اللي هو تايب 2 النوع الثاني، مفيش حاجه اسمها يتابع مع اي دكتور، الدكتور الوحيد اللي يتابع معاه دكتور تغذيه، لان اصلا انت عندك السكر بسبب السمنه، فلازم تروح دكتور التغذيه يكسسك هنعالج الانسولين. وانا كان موضوع حلقتي اسماء النهارده اصلا عشان اقول علاقه السمنه بالسكر. ليه السمنه ليها علاقه بالسكر؟ هعرف ده، هتعرفي ده معايا اسماء عشان تفهمي اعضاء جسمك ووظائف جسمك بتعمل ايه لما تدخلي دهون وسكريات في جسمك بطريقه مفرطه. هتعرفي معايا ده يا اسماء، سيبي بياناتك للفريق الطبي عشان برجع ارشح لك الكورس اللي انت محتاجاه. اول حاجه عايزاكي تاخدي حاجه، عايزين نسد الشهيه تماما عشان نبدا نقلل في اكلنا والسعرات الحراريه بتاعتنا. هناخد الفات بلوك. الفات بلوك ده انا قلت له ان هو بيحجب الدهون اللي لسه هتدخل، يعني الدهون القديمه موجوده مش هنقدر ننزلها بحاجه ثانيه. طب الدهون الجديده اللي انا لسه باخدها في الوجبات، الفات بلوك بيعمل كده. طيب نبدا بعد كده نحط كبسولات او نقط للحرق الدهون القديمه، نبدا نحرق الدهون القديمه قبل ما الدهون الجديده ترجع تتراكم في الدهون المختزنه. الدهون لما تبقى موجوده بطريقه كبيره في منطقه البطن بالذات بطريقه كبيره وما لحقناش نتخلص منها، اول حاجه بتجي لنا السكر. الدرجه الثانيه، النوع الثاني. بعد كده انت بقى سبت نفسك، ما تابعتش، ما خسيتش، يجي لك الدرجة الأولى. بعد كده بقى سبت نفسك وما خسيتش، يبدأ الكبد بقى يقول لك أنا مش قادر، أنا بشيل حمل البنكرياز اللي بيفرز الأنسولين، مش قادر، فيبدأ الكبد هو اللي يشتغل مكان البنكرياز. إيه البنكرياز ده يا دكتورة؟ هقول لكم أسماء برضو عشان مش عايزاكي تنسي، في فيتامين بتطلبيه في الهدايا، لأن أنا قلت الأول 100 متصل، في هدايا الفيتامينات حسب حالتك، فأنا عايزاكي تاخدي فيتامين زنك ويا ريت تزودي فيتامين دال، عشان فيتامين دال بيسرع من امتصاص الزنك والكالسيوم. تمام؟ وكمان نقط الحرق والأفريكان مانجو، الأفريكان مانجو ده بيعمل امتصاص للدهون قبل ما توصل للامعاء، فبالتالي مفيش دهون في جسمك وحرقنا وفتتنا القديم، فهننزل في الوزن. تنزلي في الوزن انت 120 كيلو باذن الله في خلال 3 شهور، الكورس هيكفيك 3 شهور اصلا، في خلال 3 شهور هتنزلي حوالي 40 كيلو، والله ما ببالغ، وهتشوفي وهتعرفي. وبعد كده مش عايزه اي حاجه غير دعوه حلوه، انا عايزه دعوه حلوه بس دي بتكفيني يعني. طيب بسم الله، ادخل بقى في موضوع الحلقه وهو علاقه السمنه بالسكر. اول حاجه عايزين نعرف في حاجه في جسمنا اسمها البنكرياس. البنكرياس غده عاديه، بنكرياس حاجه كده يعني نص الصباع كده، البنكرياس حاجه صغيره جدا وحاجه سوفت قوي، سوفت يعني طريه جدا، طريه فوق ما تتخيلوا، اللي هو لو اتشالت واتحطت عليها شويه ميه تبقى تتفتفت. شفتوا الغده دي حاجه حساسه ازاي؟ سبحان الله. طب البنكرياس ده وظيفته ايه؟ البنكرياس ده وظيفته بيفرز الانسولين في الدم. طب امتى بيفرزه؟ انت او انت بتاكل دهون، عمال تاكل سكر، عمال تاكل دهون، يبدا يجي عند البنكرياس خلايا البنكرياس، في خلايا اسمها بيتا، خلايا البيتا دي بتدي اشاره للبنكرياس يقولوا له الحق في سكر جايلك بكميه رهيبه قوي، الحق افرز الانسولين في الدم. يقوم عامل بقى البنكرياس يبدا يقعد يفرز، وحضرتك تحطي دهون، يقعد يعمل، بيشتغل بسرعه رهيبه جدا كده 24 ساعه. دي انا بحاول اوصف لكم حركته بتبقى عامله ازاي. يفضل شغال، ماشين، تفضل شغال، انت تاكلي دهون
عملتك لسكريات ومش عارفه ان البنكرياس عمال يشتغل، عمال يفرز انسولين، عمال يفرز انسولين عشان صحه حضرتك، عمال يفرز انسولين وانت تاكلي دهون وتاكلي سكر. فغده البنكرياس ليها خلايا اسمها خلايا اسمها البيتا، عشان تبقوا فاهمين انا بقول ايه. ولو بتتابعوا اللي بيتابعوا معايا في العياده او بتتابعوا مع دكاتره حتى تانية تبقى فاهم، عشان دي دكاتره تقول لك اه ده البنكرياس بيعمل كذا كذا. لا انا بحب اشرح وظيفه البنكرياس ايه، عايزه اشرح ازاي تستفيد من السكر عشان نحوله لطاقه، مش يتحول لدهون. طيب عايزه اقول لكم حاجه كمان، بعد البنكرياس ما يبدا يقعد يضخ يفرز الانسولين، يفرز الانسولين بيفضل على الحال ده شغال 24 ساعه، الخلايا البيتا اللي موجوده في البنكرياس تدي له اشاره، الخلايا تدي اشاره للبنكرياس وتقول له افرز يلا انسولين، ده في سكر كتير جاي، ده في دهون كتير جاي، لحد ما يجي يقول لها. هناخد المكالمه واقول لكم هيقول ايه البنكرياس. الو حسام. صباح الخير عليك يا دكتوره. صباح النور، ازيك ونورتنا في صحتك وبس وعلى شاشه صدى البلد. ونور حضرتك. ليا سؤال بسيط بعد اذنك يعني، واتمنى اجابه شافيه وكافيه. اتفضل عيني ليك، وانا معوداك ان اجابتي على طول شافيه وكافيه. ربنا يكرم حضرتك يا رب. والدتي سنها 55 سنه. تمام. وعندها السمنه بزياده، يعني وزنها زايد جدا. يعني فرنج كام كده الزياده؟ لا مش 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 عارف الوزن بصراحه. 100 وحاجه. يعني اوفر. اوفر. ده مسبب لها مشاكل في رقبها، والدكاتره كلها كل الدكاتره قالوا لازم تخس، يعني انها تخس ده رقم واحد عشان حركه. وانا بصراحه خايف اخليها تاخد اي علاج او تاخد اي حاجه، انا خايف عليها. مشاكل صحيه حضرتك ايه؟ والده حضرتك ليها مشاكل صحيه؟ مشاكل صحيه زي ايه بالظبط؟ ضغط، قلب، سكر؟ لا لا الحمد لله ما فيش الكلام ده، هو الكوليسترول بس اللي عالي شويه. الكوليسترول عالي، وبالتالي هتلاقي العظم هتلاقي فيه شاشه عظام. أكيد هتلاقي في شاشة عظام. أكيد أه. لأن السمنة المفرطة هي كده بتتصنف، أصل السمنة بتتصنف لتلات حاجات، هي كده بتتصنف السمنة الدرجة الأولى اللي هي السمنة المفرطة، السمنة الدرجة الأولى دي كل الدهون بتبقى متمركزة في الجسم كله، فأوريدي طبيعي الدهون بتبقى متمركزة على الغضاريف، الظهر، على المفاصل، الركبة، وأسفل القدم، فعشان كده ما بتقدرش تمشي كتير. وكمان الكوليسترول العالي بينزل الضغط، ضغط الدم، فاحنا عايزين نحفز الكوليسترول وان هو يكون بنسب طبيعيه، لان الكوليسترول والدهون الدهون الثلاثيه مرتبطين ببعض، اول حاجه بيعملوها لما يعلو الضغط ما يبقاش متظبط، ما تفهمش عالي واطي وهكذا يعني. نورتني يا حسام، شكرا لاتصالك. أنا عايزاك هتاخد بقى إيه؟ مامة حضرتك وربنا يشفيها يا رب وألف سلام عليها، هتاخد الديتوكس عشان ننظف أي سموم وأي شيء كانت بتاخده قبل كده قبل رحلة العلاج معايا ومع الفريق الطبي، وهتاخد الفات بلوك عشان نحجب الدهون اللي هي بتدخلها قبل ما توصل للأمعاء، ما أنت بتاكل الدهون بتجري توصل للأمعاء تشوف هتحولها فين؟ هتحولها دهون في الكبد ولا في الكلى ولا هتنزلها عن طريق البول او عن طريق العرق؟ فلا احنا بنلحق بقى ناخدها بسرعه من الامعاء. يبقى كده هتاخد الفات بلوك، هتاخد الديتوكس، هتاخد نقط الحرق عشان نرفع من حرق جسمها، وهتاخد الووتر ليس عشان الميه المحتبسه في الجسم. مريض السمنه بيبقى منفوخ، منفوخ ايه؟ منفوخ دهون ومنفوخ ميه محبوسه تحت الجلد، مش شرط بس يبقى حد بياخد كورتيزون فحوش له ميه، لا، مريض السمنه المفرطه زي والده حسام لازم يكون عندها ميه متخزنه تحت الجسم، وخصوصا هتبقى في القدم، لان هو ذكر ان والدته ما بتقدرش تمشي كتير، اولا طبعا عشان الميه المختزنه في اسفل القدم، وانا متاكده من ده لما اشوفها هعرف ده اكيد. تاني حاجة الدهون متركزة في المفاصل والظهر، غضاريف الظهر ومفصل الركبة، ده أهم حاجة، بس أنا عايزاها بس يا حسام حركها ولو هي قاعدة. ليه بقى؟ الركبة لما تقعد فترة مفاصل ما تتحركش تبدأ تعمل لين عظام. أيوة لين العظام ده بيجي لنا منين؟ بسبب قلة الحركة. طب أنا عندي سمنة عالية، عندي سمنه مش قادره اتحرك، لا معلش دوس على نفسك ودوسي على نفسك وحركي رجلك وانت قاعده، يعني حركي رجلك وانت حركي ايدك وانت قاعده، حركي مفاصل
جسمك عشان ما يحصلكيش لانعظام، ما يحصلكيش اللي هو انا عملت بايدي كده اي الحقوني ايدي اتجبست. ايه ده ازاي ده انت اتخبطتي في دولاب ولا اتخبطتي في ايه ده؟ عندي لانعظام، عندي هشاشه عظام من اقل شيء بتكسر وبتجبس. فده يعني السلام عليكم في حته زي دي ماليش دعوه، انا اللهم بلغت اللهم فشل. فانا قلت اللي 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 يرضي ذمتي وبطريقه عفويه جدا، وانتوا طبعا حضراتكم عارفين دي طريقتي معاكم من زمان عشان انا بحب ابسط لكم المعلومه بصوره لذيذه ولطيفه وكمان ايه ما نقفلهاش قوي ونضحك مع بعض. وطبعا ما تنساش الفيتامينات اللي هتحتاجها والدتك دي، طبعا الفيتامينات قلنا بتبقى مع الهدايا، الفيتامين هيبقى الكولاجين والكالسيوم، ويا ريت نضيف فيتامين د، بس ده هيبقى خارج الهديه. فيتامين د ليه؟ عشان انا قلت الكالسيوم، الكالسيوم مليون مره. اي حد في الدنيا لو اتصلت بيا بالارقام دلوقتي اللي على الشاشه وطلبت انت عايز تاخد فيتامين كالسيوم عشان انت عندك نقص كالسيوم، عمر الكالسيوم ما هيعمل لك حاجه في جسمك طول ما انت مش واخد معاه فيتامين د. فيتامين د للاساس، فيتامين د للاساس، حطوا كده في بالكم. من غير الفيتامين د الكالسيوم مش هيوصل للعظم، الكالسيوم مش هيوصل للشعر، الكالسيوم مش هيوصل للاسنان. فيتامين د هو اللي بيحفز الكالسيوم ان هو يروح لكل وظائف الجسم. طب لو ما خدناش فيتامين د وفضلنا مستمرين ناخد الكالسيوم بس، وانت واحنا مش مصدقينك يا دكتوره بسمه، براحتكم. اللي بيحصل بقى خدت كالسيوم، اللي بيحصل الكالسيوم بقايا الكالسيوم ده لازم ان شاء الله، لو خدت يعني 1 جرام الكالسيوم بقاياه بيتخزن في الكلى فيحصل حصوات على الكلى، ويتخزن في الكبد فيحصل دهون على الكبد، ويتخزن في المراره فيجي لك حصوات على المرارة. كل ده بيجي من الكالسيوم لو خدته لوحده، عشان منظومة الناس اللي بتدي أطفالها كالسيوم بس، أصله يا حبيبي بيقع كتير وبيتعور بسرعة في رجله، أصل أسنانه بتتكسر، أصل شعره مش عارف إيه، يجي الدكتور لا ده ناقص كالسيوم. كالسيوم بس ازاي؟ الدكتور الشاطر هيضيف كالسيوم مع فيتامين د، دي منظومة معروفة والله أنا درستها كده في كلية الطب. كالسيوم لازم يكون معاه فيتامين د عشان احفز الكالسيوم يروح لكل جسمي، يبقى فيتامين د بيساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم وبيساعد على امتصاص فيتامينات كتير جدا، بس اساسي معانا فيتامين د مع الكالسيوم. والكولاجين عشان خاطر اي مضاعفات جات لها للشعر او البشره يجدد خلايا وحيويه البشره، وكمان الكولاجين برده مفيد للعظم، بيجدد من الماسلز العضلات بيجددها. يعني ايه بيجددها؟ بيقويها، بيخليها بدل ما كانتش قادره تفرد ايديها تفرد رجليها، لا هيخليها تعمل وتمارس الحركات بصوره بسيطه جدا جدا جدا. متهيألي مفيش ابسط من كده. يبقى دي الفيتامينات اللي احنا هناخدها يا مامة حسام، والف سلام عليكي. خليك مع الفريق الطبي، اتصلوا عشان قبل الحلقه ما تخلص وتيجي الحلقه تخلص تقولوا ايه ده احنا ما لحقناش نتكلم الفريق الطبي، ما لحقناش نكلم دكتوره بسمه عشان انا عندي مشكله كذا، وعايزاها ترشح لي كورس، وعايزاها ترشح لي فيتامينات ايه. فانا معاكم ساعه والفريق الطبي معاكم 24 ساعه، فانا بحب دايما اسمع مشاكلكم بنفسي في الساعه دي اللي انا موجوده فيها امام حضراتكم حالا. فعشان كده دايما في اول الحلقه بقول بقدم الحلقه وبحيي حضراتكم وبحيي كل مشاهدين شاشه صدى البلد ومتابعين برنامج صحتك وبس، وببدا انوه عني يا جماعه في ارقام موجوده على الشاشه عشان تتصلوا عشان تقولوا لي اسئلتكم ومشاكلكم. يعني انا عمري ضاع، عمري ضاع في الكلمه دي، عمري ضاع والله في الكلمه دي، عشان بعد كده تيجي تقولي لي ايه ده احنا ما لحقناش يا دكتور نكلمك، ده احنا في 200 مكالمه. طب يعني انا حاضر هوصل لاداره الانتاج واقول لهم ادوني 3 ساعات عشان خاطر الناس تلحق تكلمني. فانا معاكم ساعه حاولوا تستفيدوا بيها وتكلموني عشان اقدر ارشح لكم ايه الحاجه المناسبه لحالتكم الصحيه. ما تنسوش كمان ممكن من خلال الفيسبوك تكتبوا كل الاسئله بتاعتكم، الفريق الطبي بيحضرها لي وبيدوها لي اقولها في حلقه بكره وبعده عشان نحل اي مشاكل تواجهنا. احنا معانا هنا في برنامج صحتك وبس هدفنا ان احنا نوصل كل الناس كبار سن اطفال شباب، شباب كمان بالذات الشباب والاطفال، لصحه وجمال ورشاقه. عشان مش طبيعي يبقى شاب عنده 26 27 وقلتها قبل كده سنه ويبقى عنده 40 سنه، ويبقى شكله عنده 40 سنه.
فانا عايزه المنظومه الغذائيه بتاعتنا تبقى متماثله، حياتك تبقى طبيعيه، حياتك هتبقى طبيعيه والله، هتعمل كل اللي نفسك فيه، هتلبسي كل اللي نفسك فيه، صحتك هتبقى احلى واحلى واحلى، وجسمك هيبقى زي ما انت عايزه كما قال الكتاب. ولو انت او انت نحيفه فاحنا برضو انا بهتم بالنحافه وفي قسم خاص للنحافه، وهتكلم كتير عن النحافه الحلقات الجايه، مش ناسياكوا خالص، عارفه اسئلتكم وجاتلي وكتير زعل يا دكتور انت مهتميه بالناس بالسمنه عشان هي الاغلبيه والاكثر في مصر والوطن العربي، النحافه عدد قليل، بس انا هتكلم كتير عن النحافه عشان خاطر عيون متابعين صحتكم بس. طب معانا مكالمه اسراء. الو، مساء الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ مساء النور يا اسراء، اهلا بيكي، نورتيني. ربنا يخليكي. بتكلميني منين يا اسراء؟ من القاهره. اهلا بالقاهره، واحلى بلد في الدنيا القاهره. ربنا يخليكي يا دكتور يا رب. قولي لي يا اسراء حالتك ايه؟ بتشتكي من ايه؟ انا جسمي كويس بس عندي بطن، ومهما عملت نظام غذائي مش بنزل ابدا، كمان ضوافري على طول بتتكسر، ممكن اعمل ايه اركز بيه على منطقه البطن؟ انت وزنك كام؟ وزنك كام يا اسراء؟ معايا اسراء معايا يا جماعه ولا أفهم؟ الو، ايوه يا فندم. وزنك كام؟ انا وزني 135 كيلو. وطولك؟ 175 سم. اه ماشي تمام، في زياده كبيره، الزياده عندك في منطقه البطن ولا فين؟ ايوه جسمي زايد بس منطقه البطن عندي كبيره شويه، زياده كتير، ومهما عملت نظام غذائي مش بتنزل. ولا عمرها هتنزل طول ما انت بتاكلي سكريات ومش عايزه تقفلي بقك عن الاكل. هتاخدي سد شهيه يا اسراء عشان نمنع، مش نمنع الاكل، نقلل الاكل شويه. وبالنسبه لضوافرك اللي بتتكسر او شعرك اللي بيقع، ده بيبقى ناقص حديد ونقص كالسيوم وفيتامين د. انا دايما لما هقول كالسيوم لازم هذكر معاه فيتامين د على طول، عشان انا قلت زي ما انا اديتكم معلومه هو يا ريت تكتبوها، ممنوع الكالسيوم من غير فيتامين د، ده مع ده يساوي ده. ماشي، انا قلت اكتبوا بقى يا ريت الحاجات دي ورايا وشيروا، يعني اللي شاف الحلقه واستفاد بيها ولو معلومه صغيره قد كده، شير الحلقه لاختك، لمرات اخوكي، لجوزك، لخطيبك، لصاحبتك، قولوا له استفاد. لو جسمه زايد قولوا له اسمع يمكن اقصر فيه ويخس، اسمع يمكن تخس، هتخس بالتليفون وبالتتصل وعلى الشاشه، يعني روشتة وعلاج واستشاره طبيه ببلاش، والكورس بيجي لك لحد بيتك بس مش ببلاش طبعا، بس ماديا حاجه بسيطه. ليه؟ عشان الكواليتي بتاعتها كويسة عالية، الفيتامينات كلها معروف عنها، الفيتامينات معروف عنها ان هي غالية جدا، وفي مش غالي حسب الكواليتي. والأدوية التخسيس، محدش يجي يقول لي أدوية التخسيس آمنة ولا لا، أدوية التخسيس آمنة، اللي أنا بتكلم عليه آمنة، ماليش دعوة بأي أدوية تخسيس تانية، اللي أنا بتكلم عليها ما فيهاش مضاعفات، اللي أنا بتكلم عليها هتخسسني يا دكتور بجد؟ والله بجد السؤال ده بيجي لي كتير، ماذا اقول؟ اقول تاني والله بتخسوا من 3 ل7 كيلو في اسبوع، اعمل ايه اكتر من كده؟ لا، وفي ناس مش عاجبها ايه ده، لا انا عايز بقى طمعه بقى، فاهم اللي هو كان يجي يقول لي الاول او تيجي تقول لي انا نفسي يا دكتور 2 كيلو في الاسبوع، لما لقيت نفسها خسرت 4 كيلو، لما نزلت 4 كيلو جت قالت طب ما ينفعش بقى 7؟ قلت لها لا انا مش ساحر، مش هنزلك 7، انت تمام مشيتي على نظام الغذاء اللي انا اديتهولك، النظام الغذائي عامل مساعد، ومشيتي على الكورس المناسب لحالتك اللي برشحهولك عن طريق الفريق الطبي، الفريق الطبي مش هديكي كورس من نفسه، انا اللي بقوله عشان انا عارفه حالتك، الواتساب كده بتاعي مليان حالات الناس، ابعت على طول الا اروح هناك مع الفريق، ما عنديش وقت او اتكلم على طول. فانا مش عايزاكوا تنسوا ان انا بتابع كل حاجه، ومش هسيب حد بيتابعني في البرنامج مش هيخس، بيني وبينكم انا عايزه اوصل صوتي لمصر، انا مش هسيب حد في مصر غير لما يخس، والنحيف يتخن بس يتخن بالصوره المعتدله اللي هو جسمه يبقى كويس، العضلات
كويسة. النحافة أصلا معناها إيه؟ أنا مش عايزة يدخن دهون، عايزة يملى عضلات، يكون عضلات. العضلات بتفرد في الجسم، إنما الدهون هتهبط جسمه وتعمل دهون في بطنه. فيا إسراء، عايزة أقولك يا إسراء، هتاخدي سد شهية، هتاخدي الأفريكان مانجو، هتاخدي نقط الحرق، وهتاخدي كالسيوم وفيتامين دال، ودي هي الهدايا بتاعتك عشان لأول 100 متصل. الفيتامينات لأول 100 متصل بتختاري المناسب ليكي. صح، والهير سكين نيلز عشان انت ضوافرك بتتكسر، فنحتاج كده الهير سكين نيلز والكالسيوم وفيتامين دال عشان خاطر العظم، والهير سكين نيلز عشان شعر وبشره وضوافر. دي فيتامينات مكملات غذائيه، ودي فيتامينات عشان صحه العظم وعشان نخلي الكالسيوم ما يترسبش على الكلى والكبد. هل انا قلته في بدايه الحلقه؟ فيتامين دال هو اللي بيخلي الكالسيوم ما يترسبش في الكبد والكلى. ونخش بقى في دوامه ثانيه وحصوات على الكلى وغسيل كلوي، ربنا يحفظنا من كل ده. عايزه اعرفكم حاجه بس عشان نطلع فاصل. قبل ما نطلع فاصل، ما تنسوش الارقام موجوده، انا منتظره تليفوناتكم، انا والفريق الطبي كل اسئلتكم هجاوب، كل اسئلتكم هجاوب عليها بالتفصيل. صفحه الفيسبوك برضو امام حضراتكم، ادخلوا دلوقتي اعملوا عليها فولو واكتبوا كل شيء انتم محتاجينه، ولو في استفسار عن اي حاجه انا بقولها برضو من خلال الفيسبوك والارقام اللي على الشاشه، تقدروا برضو تتصلوا هنا معايا في البرنامج وبعد البرنامج الفريق الطبي، وممكن تسألوهم عن طريق الواتساب. هنروح فاصل ونرجع نشوف الوصفة التحفة. هاتوا ورقة وقلم عشان هنرجع هنعمل وصفة خطيرة، والله خطيرة. اوعوا تروحوا في أي حتة، فاصل ونعود. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف وصفاتنا النهارده. ما تنسوش ارقام الفريق الطبي موجوده مستنيه، حتى وانا بعمل الوصفه مستنيه اسئلتكم من خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه، واسئلتكم برضو عن طريق صفحه الفيسبوك صحتك وبس بسمه المله. انتوا حتى لو عملتوا سيرش على بسمه المله هيظهر لكم الصفحه على طول، سواء على الانستجرام او على الفيسبوك. يلا نتعرف على الوصفه بتاعتنا واحنا بناخد مداخلات. عايزه اعرفكم كمان قبل ما ادخل الوصفه، ان الهدايا كانت لاول 100 متصل. لما طلعنا فاصل قالوا لي في الكنترول لا معلش، الهدايا هتبقى ل 150 متصل عشان الاتصالات زادت. الاتصالات زادت ليه؟ عشان المشاكل زادت، عشان انا قلت ان احنا حالات يعني ملايين، والله ما ببالغ، حالات فعلا ملايين عندها مشاكل السمنه ومشاكل، طبعا الاغلبيه النحافه، الاغلبيه سمنه وسكر وضغط وقلب، الثلاث حاجات دول. طب هم يا دكتور، انت دكتوره استشاره تغذيه علاجيه، الضغط والقلب والسكر دول هيعملوا عندك ايه؟ عشان انا دكتوره تغذيه وهو مريض سمنه، فهو مش هيتعالج من كل ده، لا ينفع له دكتور قلب ولا ينفع له اي دكتور في الدنيا غير دكتور التغذيه. ليه؟ عشان عايز يخس. هو لما يخس مشاكل القلب هتتحل، الجلطات اللي بيديله كل شويه هتتحل، السكر اللي موجود عنده بيخف. في يا دكتوره ايه ده، في حد بيخف من السكر؟ حتى لو كانت تايب 2 او تايب 1، النوع الاول والنوع الثاني، هيخف، بيتعالج مجرد ما يخس. ما هو ده العرض، ما انا مش هروح اديله انسولين. ايه ده انا بعمل له مصيبه انا لو اديته انسولين لو اكتشفت ان هو عنده سكر. لا، ممنوع الانسولين، ممنوع. هو مريض سمنه، لو خس البنكرياس هيفرز انسولين بطريقه عاديه ومفيش اي مشكله، فما اجيش اجري اديله انسولين وهو اصلا عنده سمنه. استنى الاول اشوف السمنه نقللها والراجل يخس او الست تخس قبل ما اجري واقول ده عندي السكر اخد انسولين. دي مصيبه، ده انت هتاثري على البنكرياس اكتر. وعايزه اقول لكم ان جراحات البنكرياس مش موجوده اصلا في مصر ولا في العالم، يعني لو موجوده الدكاتره اللي تعمل جراحه البنكرياس يتعدوا على الصوابع في مصر الوطن العربي. فما تهلكيش البنكرياس عشان ده اهم وظيفه في جسمك، لان هو معتمد على الكبد وعلى الكلى. لو ضعف هيضعف الكبد وهيضعف الكلى وهتخش في بلاوي زرقاء. ربنا يحفظنا جميعا. يا جماعه الموضوع سهل، خسوا عشان صحتكم، خسي عشان صحتك، مش هقول لك بقى جمالك، سيبي الجمال في الاخر، خسي عشان صحتك وبعد كده بصي لجمالك، هتلبسي وتتشيكي وتعيشي اللي انت عايزاه. معانا مكالمه. خسوا يا جماعه عشان صحتكم. انا عمري راح في كلمه خسوا. يا ميرفت،
الو، احلى اسم في الدنيا. الو يا ميرفت، انت اسمك حلو بحبه قوي. ميرسي ميرسي يا دكتور. اتفضلي. انا بابايا عنده مشكله في الديسك او في ظهره بشكل عام. هو اولا ما بيتحركش كتير، واولا ما بياكل بالذات لو اكل حاجه ثقيله منطقه الكرش دي بتعلى وظهره بيوجعه جدا، وهو ما بيتحركش كتير. بس احنا مش عارفين نقلل من الوزن ازاي. وزنه كام يا ميرفت؟ وزنه 100 وطوله حوالي 179. طب طبعا مش هيقدر يتحرك، عشان انا قلت السمنه الزياده بتسبب خشونه في المفاصل بسبب الدهون، وبتسبب ضعف في غضاريف وفقرات الظهر بسبب الدهون. فاول حاجه يا ميرفت توتا، اقول لك دلع ميرفت توتا. بصي يا ميرفت، انا عايزه والد حضرتك هياخد نقط الحرق، نقط الحرق، وهياخد الافريكان مانجو عشان نسيطر على الدهون اللي موجوده. يبقى نقط الحرق والافريكان مانجو وبالنسبه ويسد شهيه عشان نقفل شرهته عن الاكل. بالنسبه بقى للفيتامينات، هياخد فيتامين د وياخد كولاجين عشان العظم. مش لازم، مش شرط ياخد كالسيوم، ممكن ياخد فيتامين د، ده اصلا ده اهم حاجه في العظم، وكولاجين برضو عشان العظم. وبرضو الكولاجين بيعمل حاجتين للعظم، وبيحفز البشرة وبيحفز خلايا البشرة، بيورد البشرة وبيساعد الشعر في نمو بطريقة طبيعية جدا. طب ليه يا دكتور ما قلتيش ان اصل هو عنده مشاكل في العظم دي، ما قلتيش طب كالسيوم؟ لا، انا قلت لو انت ترشح لك كالسيوم، او انت اخترت في قليل الفيتامينات دي هدايا بتجيلك مع كورس التخسيس، لو انت اخترت كالسيوم ما ينفعش تاخده لوحدك، والله هيترسب في الكبد والكلى. مش تيجي بعد كده تقول جبتولي حصوات على الكلى، جبتولي حصوات على الكبد، انا لا يمكن. راجع الحلقه بقى بتاعت النهارده واجيبها لك، واجيبها لك واقول لك اهو قلت كالسيوم، لا فيتامين د معاه عشان ما يرسبش الكالسيوم في الكبد والكلى. تمام، انا قلت اهو عشان ما حدش يقول لي كده او كده، والحركات بتاعتكم دي انا عارفاها. انا بحبكم قوي قوي قوي. يلا نتعرف على الوصفه. ورقه وقلم واكتبوا، واللي شاف الحلقه صوروا، صوروا يا جماعه الحلقه، صوروني دلوقتي وانا على الشاشه، وابعتوا على صفحة البرنامج الفيسبوك، وابعتوا حتى على أرقام الواتساب بتاعة الفريق الطبي. هناخد الفيديو وبننزله على الصفحة، صفحة البرنامج، وانت بتتفرجي عليا قولي مشكلتك ايه، قولي استفدتي ايه، ايه المعلومة اللي انا قلتها استفدتي منها، نزليها شيريها عشان نوريها للعالم كله. اي حد استفاد مني بمعلومة لكم جزيل الشكر ان انتوا استمعتوني وكنت خفيفة على قلبكم. وانا بقول لكم، لكم انتم ألف 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 شكر لو شيرتوا معلومة وحد استفاد بيها. أنت هتدعي لي وأنت هتدعي لي وأنت هتدعي لي، في نفس الوقت عيلة برنامج صحتك وبس هتكبر. أنا عايزة عيلة البرنامج صحتك وبس تكبر، عايزين نبقى فريق كبير قوي، اللي هو لما أبقى ألف ألفين تلاتة أربعة. أنا الحمد لله بفضل ربنا وبدعوات والدي الله يرحمه ووالدتي ربنا يخليها لي يا رب ويديها الصحة، دايما أحسن دعوة كانت تقول لي روحي يا بنتي ربنا يحبب فيكي خلقه. فالحمد لله ربنا كرمني إن أنا وصلت، نجحت في شغلي، الأكاونت بتاعي على الانستجرام وصل ل 62 ألف وفي زيادة الحمد لله، الله أكبر. طبعا أنتوا مش هتحسدوني، بس ما بيحسد المال إلا أصحابه، يعني ده كلمة جدتي. فده بسبب ايه؟ بسبب ثقتكم فينا، وثقتكم في الفريق الطبي، وثقتكم في منتجاتنا. المنتجات دي كلها، مش هبقى انا دكتوره تغذيه علاجيه مش هطلع اتكلم عن منتج فيه ضرر ليك او ليكي. هتوقف من الاخر. شفتوا انا بقول لكم ايه؟ دي اول حاجه، هخسر شغلي وهخسر محبه الناس اللي انا بحبهم والله ربنا يعلم، ومبسوطه بثقتكم بيا. وتاني حاجه هفشل، هخسر الناس دي كلها اللي بتدعي لي بعد ما كنت مبسوطه بدعواتكم ان انتوا خسيتوا على ايدي. بعد كده هتدعوا عليا، فانا مش عايزه ده، انا عايزه طول عمركم تدعوا لي وانا بدعي لكم ان انتوا توصلوا لافضل صحه معايا. يلا نتعرف على الوصفه. انا قلت ايه الدقيقه دي بس من الحلقه بشكر فيها الناس
وبحب فيكم يعني شويه. هم قاعدين يقولوا لي يلا بقى الوصفه كفايه حب في الناس حبايبي بحبهم اعمل ايه؟ طيب يلا نتعرف على الوصفه سريعا سريعا عشان وقت الحلقه. اول حاجه انا معايا خيار متقطع متقطع تمام، مقطعينه ترانشات، وحلبه مطحونه، كوبايه لبن خالي الدسم، كوبايه لبن خالي الدسم. يبقى خيار متقطع شرايح، حلبه مطحونه. اكتبوا معايا الوصفه على الشاشه، اكتبوا معايا يا بنات يا حلوات يا ستات بيوت مصر حتى الولاد، اكتبوا معايا الوصفه. هات ورقه وقلم واكتب الوصفه على الشاشه. خيار حلبه مطحونه لبن خالي الدسم، ومعانا هنا شفشق ميه هنحتاجه عشان هنحطه في الخلاط عشان هنعمل حاجه حلوه قوي. وده يا جماعه كرفس كرفس كرفس، خيار حلبه لبن خالي الدسم. طب وصفه النهارده عشان ايه؟ عشان السمنه، عشان السكر العالي في الدم اللي بيسببه الدهون الكتيرة، اللي بيسببه الدهون الكتيرة. الوصفة دي عشان نقلل الأنسولين في الدم، وعشان بسم الله نحط بس المية، وعشان ننزل في دهون البطن، البطن فقط. تاني كده كفاية ايه مية؟ تمام تمام يا شباب يا حلوين يا بنات يا طعمين. ماشي، هنحط الخيار قدر من الخيار زي ما حضراتكم شايفين. ده عصير، ليه ما ناكل الخيار؟ طبعا معروف صحي صحي ومفيد. يجي حد يقول لي طب ما انا عندي خيار في البيت يا دكتور وباكله كده. لا حضرتك، فوائد الخيار وفوائد الكرفس وفوائد الكرفس اللي انا هحطه دلوقتي مع الخيار لما يبقى عصير بيوصل اسرع للامعاء فتستفيد منه من المعادن والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك والفوليك اسيد اللهم صل على النبي، كنت هقول ايه نسيتوني. العصير ده كميه الفيتامينات والمعادن اللي موجوده فيه هتعالج دهون البطن، هتنزل السكر في الدم، بس ده لوقت مؤقت. الوصفه دي مع الكورس اللي انا رشحته لك ومع الفيتامين، العلاج لازم لابد منه، العلاج خط احمر، لازم تاخد العلاج. عندك زياده 100 كيلو، الوصفه دي مش هتنزلك 100 كيلو، انا بساعدك بس في ان احنا ننزل شويه، نريح بطنك ونريح القولون والجهاز الهضمي. المايكروبيوم، المايكروبيوم ده يعني ايه؟ هو مرتبط بالجهاز الهضمي. يعني ايه؟ طب برضه المايكروبيوم يعني ايه مرتبط بالجهاز الهضمي؟ مرتبط بالجهاز الهضمي يعني المايكروبيوم ده البكتيريا الضاره اللي موجوده في الجهاز الهضمي. البكتيريا الضاره دي هي اللي بتحافظ على الجهاز الهضمي، بيطرد البكتيريا الضاره من الجهاز الهضمي. هنحط اهو كرفس، ممكن ايه هناخد بس ايه شويه منه اهو زي ايه ما حضراتكم شايفين. ناخد ايه ناخد ايه ناخد ايه مكالمه طيب معايا عشان حبايب قلبي. الو يا الو، مين؟ نورهان. الو، اهلا اهلا بيك يا نورهان. ايوه يا دكتور، ازي حضرتك؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ بخير الحمد لله يا رب، دايما بخير وبصحه يا رب. ربنا يخليك يا دكتور. معلش يا دكتور، انا كنت عايزه بس اعرف من حضرتك، انا كنت بخس يعني بعمل دايت وبعمل تمارين رياضيه عشان اخس. كنت الاول بنزل كويس، بعد كده حصل لي ظروف مرضيه يعني اضطريت ان انا اوقف نظام الدايت وكده. طبعا لما تعبت كمان رجعت زدت الوزن اللي انا كنت نزلته. وللاسف دلوقتي يعني انا الدكتور مش مصرح لي ان انا ارجع العب تمارين تاني لان انا بقى عندي شويه مشاكل في التنفس. فكنت عايزه اعرف هل في حاجه اقدر اخدها انزل بيها وزني وفي نفس الوقت تبقى حاجه معايا بتزود مناعه جسمي، لان انا على طول حاسه ان انا مرهقه وتعبانه. انت وزن زياده قد ايه نورهان؟ وانا طولي 162 ووزني 95. طيب تمام، انت عندك مشاكل في العظم؟ لا انا ما عنديش مشاكل في العظم، بس انا كان جالي كوفيد
وللاسف اثرت عندي على الرئه شويه. جالي كورونا. تمام. فعشان كده وقفت التمارين لفتره. على فكره اكتبي الوصفه دي، الوصفه دي حلوه قوي، الخيار مع الكرفس بدون اي حاجه وعليه كوبايتين ميه كبار. الخيار حلو قوي قوي، فيه فيتامين سي عالي هيقوي مناعه جسمك يا نورهان. هتاخدي يا نورهان زنك وهتاخدي فيتامين سي عشان نقوي مناعه الجسم. طبعا فيتامين سي مليان انتي اوكسيدنت، مضادات اكسده رهيبه عاليه جدا، خصوصا الفيتامين سي اللي تنتجه شركه يوفيت، بيدي فعلا الجسم الكميه اللي هو عايزها. الجهاز المناعي، الجهاز المناعي طول ما انت محافظ عليه الامراض هيترد، لا هش بره، انا جهاز المناعي، انا المناعه، المناعه عندي الحمد لله قويه، والراجل والله والست مش مكلف نفسه ومخلي الجهاز بتاعي قوي جدا. جهاز المناعه بقى ايه، انا مش مهتميه بيه وسايباه كده على ربنا، ويبدا يعمل ايه بقى، اي مرض، اي بكتيريا ضاره هيتدخلها جوه جسمك. طب فين يا جهاز المناعي؟ ما تحارب البكتيريا دي، حارب الفيروخل ده. لا مش هحارب، عشان هو استخسر يعلي مناعته واستخسر ياكل اكلات صحيه فيها فيتامين سي وفيها زنك وفيها فوليك اسيد وفيها ماغنيسيوم، كل الحاجات دي بترفع المناعه، فوليك اسيد والزنك والكالسيوم وفيتامين د وفيتامين، كل الحاجات دي بترفع المناعه. فجهاز المناعه عايز تقويه عشان تحافظ على الامراض ما تجيلكش، هو وظيفته كده، بيطرد الامراض بره، بيحارب المرض. زي كورونا كوفيد 19 داخل عليك، جهاز المناعه بيقول له عندك استنى، ده انا الجهاز بتاعي قوي جدا، مش هتدخل على جثتي. والله كده انا بتكلم بالبلدي، فعلا ده اللي بيحصل جوه جسمنا. يقوم ايه يعمل ايه؟ يطرد الفيروس بره، يجي بقى فيروس تاني داخل بس ايه الجهاز المناعي ضعيف، يبدا يدخل المناعه بقى ضعيفه، يقوم يجي يهاجم الجهاز المناعي اول مره، تاني مره جهاز المناعي يقوم فاتح له الباب ويقول له ادخل شوف هتعمل ايه في الجسم، ويبدا يضر الجسم ويتخزن بقى ايه في اللي هيلاقيه قدامه. ده الجهاز المناعي لو ما اهتمناش بيه ونزل وقع وقعناه. عندك اكلات وخضار اللي انا بعمله ده مليان انتي اوكسيدنت، مضادات اكسده، هترفعي مناعه جسمك. الفيتامينات اللي انا بقول عليها دي لما تتصلي يا نورهان واي حد بيتابعني لازم تطلب الفيتامينات دي عشان مناعه الجسم، مش بس عشان نحارب كوفيد 19، مش بس عشان نحارب كورونا، مش بس عشان نحارب فيروس سي في الجد، حتى الامراض المسرطنه، حتى سرطان الثدي بيقول لهم بيقولوا لهم خدوا ماغنيسيوم، خدوا فيتامين د، خدوا كالسيوم، كل الحاجات دي بتفيد امراض السرطان، بنلحقها بنلحقها خصوصا مرضى سرطان الثدي. يعني كان في مؤتمر عملناه قبل كده للموضوع ده، وقالوا منظمه الصحه العالميه، منظمه الصحه العالميه في الاف دي اي، ان نسبه كبيره جدا من الستات بتجيلهم سرطان الثدي بيرجع الى ايه؟ نقص بكميه كبيره جدا جدا من المعادن والبوتاسيوم والفيتامينات المهمه اللازمه في الجسم. شفتوا؟ شفتوا سرطان الثدي بيجي منين؟ يقول لك لا ده الاكل مبيدات، لا فيش الكلام ده. الفيتامينات والمعادن اللي ناقصه في جسمك هي منظمه الصحه العالميه اللي قالت، يعني لا كلام بعدها، هي اللي بتسبب سرطان الثدي بنسبه كبيره للستات. تاني حاجه بعد سرطان الثدي المبيض عندك بيضعف، يحصل تكيسات على المبيض. طب الرجاله ايه اللي بيحصل لهم؟ الرجاله بيحصل لهم هرمون الذكوره بيرفع عندهم، وبيصابوا بنسبة كبيرة بسبب ان معظم الرجالة السمنة عامة بتبقى في منطقة البطن، فيجي لهم سكر من تايب 2. طيب تعالوا نضرب الوصفة في الخلاط عشان بس استاذ المخرج عايز يشرب، اهو بنضربها في الخلاط. انا بسمع كلام المخرج في كنترول، قال لي كفايه كده تمام. يلا بقى بصوا، انا في حاجه عملتها، انا حطيت الحلبه المطحونه في بوله وحطيت كوبايه اللبن خالي الدسم مع الحلبه المطحونه، وببدا اضربها وببدا اضربها بمضرب البيض كده لحد 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 ما تبقى يعني تدوب مع اللبن، وبعد كده بتحطيها في الثلاجه، وبعد كده بتسخنيها وتشربيها الف هنا، بتظبط الانسولين في الدم، بتحرق دهون الأرداف
والبطن. دي كده انا عملت لكم وصفتين في وقت واحد اهو، حلبه مع كوبايه اللبن. طيب ادي كده عملنا الكرفس وعملنا ضفنا الخيار والكرفس، كميه فيتامينات ومعادن. العصير ده هيدخل جوه الامعاء هيمتصوا على طول، افضل من ان انا اكل الكرفس كده او اكل الخيار كده. ده تاكلوه سناك في وسط الوجبات كده عادي، انما بقى عايزاه تستفيدي منه بسرعه عشان تظبطي الانسولين، علشان عشان تتجنبي سرطان الثدي اللي انا قلت منظمه الصحه العالميه قالت ان اكبر نسبه بتصيب الستات سرطان الثدي بسبب قله المعادن والفيتامينات المهمه اللازمه لوظائف الجسم. وظائف الجسم ما مش شغاله كويس، ما دي مكنه ماشين مش شغاله كويس. هنطلع فاصل دلوقتي ونرجع هتلاقيني ايه صبالكوا بقى الكوبايه العصير والبطيخ بالكرفس والف هنا وشيف عليكم. هنطلع فاصل ونرجع نشوف شكل الوصفه بعد ما عملناها. فاصل ونعود. رجعنا لكم بعد الفاصل. هم دخلوني فاصل على طول وانا قاعده ايه بحضر لكم الوصفات والاكل بتاعكم. ماشي اوكي ماشي يا استاذه. المهم ادي عصير البطيخ، قال انا بحب عصير البطيخ. ادي عصير الخيار وعصير الكرفس. العصير ده غني بكل الفيتامينات، هقولها تاني، بكل الفيتامينات والمعادن اللي بتحتاجها الست عشان تحسن الايض عندها. لو عندها تكيس مبايض تشرب العصير ده. لو عندك انخفاض في سكر سكر الدم تشرب العصير ده. لو عندك ضغط اشرب العصير ده. يتشرب طب يا دكتور كم مره؟ اولا افضل ان هو يتشرب فريش، يعني على طول يتعمل في الخلاط فريش كرفس على طول، كرفس مع الخيار والميه ويتصب كده في كاس. تصب عايز تعمل كميه براحتك وتحطها في الثلاجه وتشربها امتى؟ على الريق، على الريق فقط. وممكن قبل ما تنام. قبل ما تنام ليه؟ عشان الوصفه دي فيها مغنيسيوم، والمغنيسيوم بيعمل على استرخاء في النوم بدون قلق، بدون بقى ما تروح تاخد منومات عشان تنام. المغنيسيوم والسيلينيوم بيحفزوا المخ ان هو ينام بشكل منتظم، ما يحصلش ارق، ما يحصلش توتر، ما يحصلش ستريس، ما يخلكش كل شويه تصحى من النوم مش عارف تنام. فالوصفه دي حلوه قوي، المغنيسيوم اللي فيه بيساعد على الحد من الاكتئاب والضغط العصبي، بيساعد على النوم الهادئ فشابوه قبل النوم، وعلى الريق عشان يدينا نشاط عشان نستفيد بالفيتامينات اللي فيه على الريق. وبعد كده تبقى تفطروا وبس، وجبه غنيه وجبه غنيه صحيه، بيضتين مسلوقه، شويه فول من غير اي حاجه زيت او اي حاجه. طبعا نقط الحرق في الاخر انا قايله لكم نقط الحرق دي من خلال اتصالكم بالفريق الطبي تطلبوا نقط الحرق. نقط الحرق مباشره بتتحط في اي عصير انا بعمله، انا بعمله تعمله او اي عصير انت بتعمليه. ممكن لو خارجه رايحه، لو خارجه رايحه مناسبه وجه قصادك عصير تحطي النقط، نقط من 5 لـ10 نقط. يحصل ايه بعد كده؟ تقلبيه كويس بعد ما تحطي نقط الحرق. نقط الحرق هتخليكي تقدري تعملي باور وطاقه رهيبه، فتبداي ايه تنزلي في وزنك وتحرقي دهون. عشان كده يفضل تحطي نقط الحرق قبل الغداء وفي الصبح بدري عشان ماكينه الحرق بتشتغل في الوقت ده ما بين الصبح لحد الساعه 7 مساء. فتحطي نقط الحرق في اي مشروب انت بتشربيه ما عدا الحاجات السخنه، الحاجات الفريش الطبيعيه. عايزه افكركم ما تنسوش اي استفسار من خلال الاتصال على الفريق الطبي، اي سؤال انتوا حضراتكم محتاجينه على الفيسبوك. ما تنسوش الهدايا، وصلنا هدايا ال 150 متصل، 150 متصل. حبكم ده جوايا، ثقتكم فوق راسي. ما تنسوش ان انا قايله ومنبهه على خبراء التغذيه في شركه يوفيت ان الفيتامينات مع كورسات التغذيه بتطلع مجانا، بتطلع مجانا عشان الفيتامينات دي اهم حاجه مع التخسيس. لا تهبطي لا تدوخي، مفيش اي مضاعفات هتجيلك. عندك مشاكل في السكر، مشاكل في القلب، مشاكل في الضغط، او عندك كل المشاكل ده، تاكد تماما معايا ومع الفريق الطبي مجرد النزول في الوزن والله هتحس يعني ايه فرق، ويعني ايه انت خفيف فراشه.
هتعرف يعني ايه الفرق بين ان انت كنت مليان وعندك امراض الدنيا كلها وفجاه خسيت وبقيت في صحه كويسه وقادر تعيش حياتك بدون تنمر على جسمك التخين او الزايد، وكمان قادر تلبس وقادر تعيش الحياه. وبكده خلصت حلقتي النهارده، ممتنة جدا 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 ان انا امام حضراتكم. ان شاء الله استنوني بكرة الساعة 1 مباشرة على قناة صدى البلد 2. دمتم بألف خير وصحة، يا رب اكون افدتكم. ما تنسوش اي وصفة حابين تعرفوها من خلال الفيسبوك وارقام الفريق الطبي معاكم 24 ساعة. انا خلصت، خلصت حلقتي وهروح بقى الفريق الطبي عشان انتظر باقي اتصالاتكم وكل كورسات التغذية. ما تقلقوش منها، تحت إشرافي. دمتم بألف خير، أنا بحبكم قوي قوي قوي. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، ما تنسوش